يعني البرلماني لا يختلف عن اي موظف عراقي في الدوله العراقيه، وبالتالي هو مطالب بساعات دوام رسميه ازاء انعقاد الجلسات، وكذلك خوض دوره كأحد اعضاء اللجان في البرلمان. بالتالي ساعات التغيب الكثيره، عدم الانضواء تحت هذه اللجان، عدم الفاعليه، عدم وجود دور حقيقي لهؤلاء البرلمانيين، هم اسماء فقط في اللوائح والقوائم التي فيها صفيات وفيها دفوعات ماليه. بالتالي حينما يكون لا يكون هنالك ازاء هذه الدفوعات الماليه من اموال الشعب العراقي، وعدم وجود اي فاعليه او نشاط لهؤلاء الاعضاء، يجب ان يكون هنالك قانون، والقانون الداخلي للبرلمان واضح جدا. في حال التغيب البرلماني لاكثر من جلسه فهنالك عقوبات صارمه باتجاهه، ولكن لا يوجد تفعيل من رئاسه البرلمان ولا من نائبي البرلمان، رأس البرلمان أي دور في معاقبة أو محاسبة أي برلماني، وخصوصا الشخصيات التي باتت نراها فقط في الإعلام ولا نراها في أجواء البرلمان وتحت سقفه. إذن هنالك خلل كبير في الدور الرقابي، في الدور التشريعي للبرلمان، وهو واضح جدا من خلال مسيرته، ويجب أن يكون هنالك محاسبة ومعاقبة لأي من يقل في أداء واجبه تجاه الشعب العراقي. نعم.